تعال نتكلم مع بعض حجم الجهد اللي عملته الدولة المصرية، مش الرئيس السيسي، في إطار حقوق الإنسان كما يراه وتراه حتى منظمة الأمم المتحدة. عندما أتحدث معك وأقول لك إن كان في عندي 250 ألف أسرة موجودين بيعيشوا حياة غير أدمية على الإطلاق، غير أدمية على الإطلاق، كانوا موجودين. أنا بس عشان لا يليق إن أنا يعني أجرح مشاعر مواطنينا، يعني كانوا موجودين في سكن لا يليق بأي بشر. عندما توفر لهم الدولة المصرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقوم بحرب على الإرهاب منفردة بقى لها 5 سنين، ما يعني ذلك من تكلفة، سواء كانت تكلفة مادية أو تكلفة أمنية أو تكلفة اقتصادية، توفر 250 ألف شقة، 250 ألف شقة مفروشة يعني متأسسة، عشان نقول للمواطن ده إن مصر شايفاك ولن تسمح إن هي تتركك في الشارع تعيش كده أنت وأبنائك. ويبقى إحنا بنطلع الأسباب التطرف والإرهاب بنزيدها بإن إحنا نترك هؤلاء المواطنين بلا مأوى أو بلا إقامة حقيقية. دي نقطة. لما أجي أقول لك إن أنا عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر، كانت بنعالج بس تقدر مصر تعالج 10,000 مواطن في السنة، وتقدر تدبر الموارد لكده ل10,000. عندما تقوم مصر خلال 8 شهور اللي فاتوا بمعالجة 10,000 كل شهر بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاج، علاج ضخم، علاج كبير، أورام، يعني جراحات كبيرة، هل ده لما أعمل الكلام ده 120 ألف مواطن أسعد أسرته وأسعد ده وأسعد ده، هل ده مصر ما راعتش حقوق الإنسان من منظور آخر غير المنظور اللي أنتوا بتتكلموا فيه؟ مع كل تقديري للمنظور بتاع المدونين، ولكن مصر لن تقوم بالمدونين، مصر لن تقوم بالمدونين، وأنا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها. إحنا بنعمل إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي وإصلاح ديني. أنا عايز أقول لك، هو كان في حد يقدر يتكلم النهاردة على شكل المسار العلاقة بين المصريين وبعضهم البعض؟ أنا بتكلم على المصريين. إحنا بقى النهاردة لا يليق عندنا في مصر بقت إساءة أنك أنت تقول مصري مسيحي ومصري مسلم، ما بقاش ده مقبول عندنا دلوقتي، بقى اسمه مصري بس له حق المواطنة، الذي يؤمن والذي لا يؤمن على الإطلاق يعني.